بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. جايين النهاردة من محل ملابس حريمي شتوي، حاجات بقى كده إيه فيها من أول المقاسات يعني لمقاسات كمان الكبيرة. هنشوف مع بعض. بس إحنا فين؟ إحنا في المنشية في سعد زغلول، يعني جنب محمصة شرف. بصوا المحل ده جنبه أهو، هالو بيبي. المحل اللي إحنا جايينه النهاردة اسمه الأستاذ، تمام، بعد السنترال. ادي سنترال المنشيه اهو، وهو الناحيه الثانيه. هندخل نتفرج على الموديلات ونعرف اسعارها ومقاساتها والوانها كل حاجه. دي كده في البدايه كده، دي الفاترينا من بره. طبعا اهي مثلا عندنا سويت شيرت، عندنا بلوفرات، عندنا جواكت. هندخل بقى نتعرف حتى اللي احنا مش يعني هيبقى فيه حاجات معروضه جوه. بصوا ده اللي هو كان في الفيس ده اللي هو كذا لون، ده بقى هنا كانه كارديجان طويل، مش جاكيت عادي، لا كارديجان طويل وفي حاجات كتير قوي. هندخل بقى نتفرج، بس ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب حبايبي، ونبتدي كده على بركه الله. اول حاجه مثلا عندنا حاجه زي كده اهي، زي بونشو ب 125، ده طبعا لكل المقاسات، ده فري سايز، تمام. واللي جنبه ده برده زي بونشو كده بشراشيب ب 125. بصوا شكله اهو عشان تبقى باين لحضراتكم. ودي بقى سويت شيرت ب 50، يعني دي سويت شيرت ب 50 يا حبايبي، تمام اهي. وفي ب 100، ده ب 50 الاولاني. هنشوف الاشكال بتاعته كمان اللي جوه. وفي حاجه كده برده ب 65. بصوا في ده بقى اللي فيه فرو ب 100. طبعا كل حاجه هنعرف دلوقتي مقاساتها كمان. في بقى بالنسبه للدريسات، الدريسات دي في منها مقاسات ولا وان سايز؟ بصوا وان سايز اهي الدريسات دي. عايز اقول لكم في اللي هو منها الاسود، وفي الاكوامنت ده، وفي الموف. بصوا ايديها كمان بيبقى عليها رسمه كده، وفي الكشمير اهي. بصوا حضراتكم في كذا لون، والجري كمان، جري ده اساسي زي الاسود كده. بصوا بقى ده ب 75 بس، ده دريس ب 75 برضو وان سايز. ده شكله وعليه حزام اهو كده اللي هو الخيش، في كذا لون منه، يعني في اللون الاولاني ده اهو، تعالى اوريه لكم بعيد، والكم بتاعه ده، الكم بتاعه شكله عامل كده اهو حبايبي، شايفينه. في كمان منه اللي على بني، وفي منه على موف. في اكتر من لون على فكره. لو دخلنا برضو على الجواكت التانية، عندنا حاجة كده ب 200، جاكيت صوف كده ب 200، وفي جلد من على الايد. في حاجة تانية اهي، الفيست ده، الفيست ده بالفرو كده ب 250، شايفينه. المقاسات الكبيرة هنقول لكم عليها اللي هي فيها حاجات مقاسات كبيرة، يعني سويت شيرت زي ده كده مقاساته كبيرة ب 100، ده تريننج على بعضه ب 100 برضو. سويت شيرت تاني اهو ب 100، وده بقى الحاجات دي ب 50 بس مقاسات صغيره مش مقاسات كبيره قوي. ده ايوه الحقيقي كده، ده في منه مقاسات كبيره اللي هو ب 50 ده ولا صغير؟ بس ما هو ده كبير، ده يعني هو كده كبير. بصي المقاس قد ايه، كبير يعني تقريبا 2 اكس اكبر حاجه فيه، صح؟ تمام يا حبيبتي. في منه قليل. في بقى ايه الليدي بقى اللي موجود عندكم؟ يعني لو في حاجات ليدي هنا الناحيه دي هنبقى نجيها بقى. بص حبايبي، في كمان ب 75 سويت شيرت باستك بقى كده من عند الوسط كده، بصوا من تحت 75، وفي منه كذا لون، في منه على جراي فاتح اهو. بصوا حلوين قوي على فكره، عمليين كمان، وده الوانه بقى ايه كتير، يعني انا مش شايفه الا ثلاث الوان كده تقريبا. في كمان ده ب 65، بصوا اهو ده كده ب 65 برضو، ممكن يلبس مقاسات كبيره برضو، واسع. في منه ده وفي منه اللون ده، ماشي. انا عايزه افرجكم على كل حاجه والله. في ده كمان ب 150، ده بلوفر طويل بقى. تعالوا بقى ندخل على البونشوهات. في بونشو اهو ب 125 والوانه بقى، اولا نشوف شكله، ده شكله كده، ودي الوانه. عندنا الكشمير منه، وعندنا الكحلي، وعندنا كمان النبيتي، وعندنا طبعا المستردة اللي شفناه في الاول، وده اللي هو شفناه بره، ودي الوانه ده والبني ده. في وفي جاكيت اهو كمان ب 200، ده جاكيت بفرو كده، تمام.
في بقى المقاسات الكبيره شويه هي الناحيه دي اللي هي مقاسات الليدي. عندنا بلوفر زي ده الشكل بتاعه كده زي قشر السمكه. بصوا حبايبي ب 125 ده شكله اهو. وفي منه اسود وفي منه منت وفي منه الكشمير والمستارده. وده شكله في جيبين كمان من تحت. بصوا وقصير من قدام وطويل من ورا اهو. ده شكله. في كمان هنا ب 150 ده بقى كبير قوي. ده سويت شيرت كبير بقى. بصوا حبايبي ده مقاسات كبيره ب 150 مقاسات كبيره وطويل اهو وحلو. في اللي جنبه ده برده زي تونيك كده. التونيك ده بكام؟ ده 150. 150 برده ليدي مش كده؟ مقاسه الوانه بقى كده. بصوا الوانه حبايبي في منه اللي هو ده المسترد ده. ايوه عشان احنا برده الليدي لازم نهتم بيهم. وفي اللي هو البني اهو. وفي الكوفيه لازقه فيه مش كده؟ كوفيه لازقه فيه وطويله يا جماعه واخر جميل. ماشي حبيبتي شكرا. تعالوا بقى افرجكم على حاجات تانية فوق. في جواكت. امال الجاكيت البامب ده بكام؟ اللي هو ده ب 150 كل المقاسات؟ مقاسين؟ كان مقاسين لغايه كام؟ لارج واكس لارج يا جماعه. ده ب 150 وفي منه لارج واكس لارج. في عندنا اللي جنبه ده ب 175 اهو. ومقاساته ايه برده ده؟ وان سايز. تمام. في بقى النبيتي منه عايزه اوريكم. وفي اللي هو الموف. مو ايه ثلاث الوان. انا شايفه ثلاث الوان اهو منه. تمام. في اللي جنبه ده فرو من على الرقبه ب 150. في برده في شله الاسود بقى ده ولا ايه؟ اسود ومستارده واللون ده واللون اللي هو الكشمير ده. في كمان حاجه كده فوق ب 200. 200 ولا مش شايفه؟ 200 اهو. تمام. ده في منه ثلاث الوان. ايوه بني كده وكحلي وعلى زيتي. ده برضو بيلبس لغايه قد ايه؟ في منه مقاسين. مقاسين ايه؟ 46 يعني مقاس حلو برضو كبير. ماشي. في برضو التونيكات دي حبايبي ب 150 اهي عشان لو عايزه حاجه بقى مكان قريب ولا حاجه حاجه كده سيمبل. وفي منها كمان دي بقى ايه مضلعه دي شويه. دي برضو ب 150 اهي. يعني في ده وفي ده. وفي بالحزام وفي من غير حزام. والواناتها بقى. اللي جنبه ده مقاس صغير ده بقى شكله. ده كبير؟ ده ليدي برضو. ده ب 150 اهو. بصوا طويل ازاي؟ بس الوانه ايه بقى؟ المستار ده بس. تعالوا نشوف الوانه. في كمان الالوان اللي طالعه اهي عشان لو عايزين. والنبيتي. بصوا حبايبي طويل. يلبس الليدي. تمام. والجاكيت اللي جنبه ده بكام؟ عشان نقول للناس برضو. ب 150 ده وان سايز مش كده؟ الجواكت الجينز دي في منها. ايوه ماشي ماشي حبيبتي. بص ايوه تمام يا قمر. دي الوانه. الجواكت الجينز دي الطويله دي في منها كبير؟ في منها مقاسين. يعني بص حبايبي ده اللي هو المقاسات دي اللي هي الجينز الطويل. ده جاكيت ولا شميز يعني؟ هو شميز صح؟ تمام. لغايه اكس واحد؟ لغايه اكس واحد. تعالوا بقى نشوف هنا الجيب ده بنطلون ولا جيبه ده؟ بنطلونات وفي جيبات. طب البنطلونات اي بنطلون ب 125؟ في 100 وفي 125. في 100 وفي 125. والكارديجان اللي قلنا عليه اللي هو الملون اللي هو بتاع اللي احنا قلنا عليه بتاع الفيس ده بنشوفه كتير قوي. ده حبايبي هنا ب 150 اهو. الالوان ده انا بشوفه كتير برضو. تعالوا بقى نشوف بقيه الحاجات. في ستاند. بصوا في ستاند في المحل. اي حاجه فيه ب 100. اي حاجه فيه ب 100. تعالوا نشوفه. عندنا مثلا بونشو زي ده ب 100 اهو. طب انتوا هتجيبوه امتى؟ تمام. عندنا مثلا يعني هو كده ايه كوليكشن كده فيه حاجات كتير. عندنا سويت شيرت زي ده ب 100 زي ما قلنا. شفنا هنا حاجات ب 100 وب 50 وكل حاجه. في هنا ب 125 الاولاني ده واللي جنبه ده ب 100 سويت شيرت. وادي اهي الحاجات والاسعار قدام حضرتك. تمام. وقلنا بقى على تحت ده وقلنا على الستاند. الحاجات اللي على الستاند دي اي حاجه. بصوا ده برضو ده برضو ب 100 جنيه. تمام. يعني في حاجات كتير قوي على الستاند دي. في ايه تاني؟ في كمان عندنا زي ده دريس. ده ولا ميني دريس؟ لا ده دريس ب 150 طبعا. ده وان سايز. اللي هو بالايس كاب ده بكام؟ ب 100 كام؟ ب 100. مفيش منه اخر حته يعني؟ اه ده اخر حته بقى. يا خساره. وهاتوا منه تاني شكله حلو. في عندنا ده ب 150 برده
في حاجة زي كارديجان كده يا جماعة. هتجيبه تاني؟ خلاص كده الموديل بتاعه خلص؟ لا خلاص يبقى ما نطلعهاش بقى. بص حبايبي في اهي في حاجات تانية، كارديجان مثلا 125 كات، وفي بقى الحاجات تانية اللي هي شامو. امال الشامو بكام؟ الشامو بكام؟ ده 100 اي حاجة 150 فيهم؟ بصوا حبايبي 150 بيلبس لغاية مقاس كام بقى؟ بيلبس لغاية مقاس كام؟ اللي هو الموديل اللون الهافان ده. يعني ممكن 75 ل 95. من 75 كيلو 95. تمام، احنا عملنا جوله سريعه في محل الاستاذ، قلنا المكان. اتمنى من حضراتكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.